أعزائي طلبة الصف السادس جونيور 6، هنتكلم النهاردة عن ليسون 1 ان يونت 3 اللي هو بيتكلم عن سولار إكليبس. سولار إكليبس اللي هي ظاهرة كسوف الشمس. طبعا سولار إكليبس دي من الظواهر اللي ممكن some people see it، من الناس اللي الظاهرة اللي الناس شافتها، اللي هي the rays of sunlight can't reach to us، يعني اللي ان ضوء الشمس ما بيقدرش يوصل للارض. فكره السولار اكليبس او يعني ايه سولار اكليبس يا جماعه، هنتكلم يعني ايه سولار اكليبس. خلي بالكم يعني ايه سولار اكليبس يا جماعه. سولار اكليبس هي زي ما انتم فاهمين astronomical phenomenon، يعني ظاهره فلكيه. طبعا astronomical phenomenon ظاهره فلكيه بتحصل في الفضاء at universe. بتحصل امتى؟ cool when the sun the moon and the earth nearly in one straight line. يعني هي فكره الظاهره ان بيكون the sun the moon and the earth nearly in one straight line، يبقى this astronomical phenomenon ظاهرة فلكية. ظاهرة فلكية astronomical phenomenon occurs when، لما بيحصل لما بيكون ايه؟ the sun the moon and the earth nearly in one straight line. يعني بيكونوا الثلاثة the moon with the earth with the sun تقريبا nearly in one straight line، تقريبا على خط مستقيم واحد. بس بشرط يا جماعة ايه هو؟ while the moon in the middle، يعني لازم يكون مين اللي في النص يا جماعة؟ لازم يكون the moon in the middle. فكرة الظاهرة دي ايه يا جماعة؟ خلي بالكو فكرة الظاهرة دي depend on light travels in straight line، الضوء بيمشي في خط ايه؟ مستقيم. طيب احنا عندنا الاوبيك اوبجكت، الجسم المعتم، بيعمل ايه يا جماعة؟ الجسم المعتم ده، الجسم المعتم ده بلوك سان لايت، بيحجب ضوء الشمس. فاحنا عندنا ان المون ده اوبيك اوبجكت، جسم معتم. فلما يكون مع الايرث والسان ان وان ستريت لاين، اكيد عشان هو اوبيك اوبجكت هيعمل بلوكس تو سان لايت، هيحجب ضوء الشمس انه ريتش تو ايرث، انه يوصل للارض. وفي الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ طبعا احنا عارفين ان الاوبيك ده يا جماعة بيعمل شادو. احنا قلنا ان الشادو لو عرفناه من السنة اللي فاتت، شادو it is a darkened area، منطقة مظلمة، resulted from، بتنتج من ايه؟ light falls on opaque object، لما الضوء بيسقط على جسم معتم. فالقمر زمون في النص ده opaque object، جسم معتم، فجاء عليه sunlight، جاء على المون سان لايت. طب هيعمل ايه السان لايت؟ هيحجب ضوء الشمس، بلوك سان لايت اند كاستس اتس شادو اون ذا ايرث، هيرمي الظل بتاعه على الارض. يبقى الظاهره يا جماعه جين ات از استرونوميكال فينومينون اوكور وين ذا سان ذا مون اند ذا ايرث نيرلي ان وان ستريت لاين، تقريبا في خط مستقيم، اند ذا مون ان ذا ميدل. وقلنا ان ذا مون ده از اوبيك اوبجكت، جسم معتم، ولذلك it casts its shadow in the earth، بيلقي الظل بتاعه على الارض. دي فكرة the solar eclipse او solar eclipse. خلي بالكم يا جماعة ان the moon القمر rotates around the earth in oval orbit. in oval ايه؟ orbit يعني في مدار بيضاوي. بيضاوي يعني ايه؟ لما ترسم مدار بيضاوي
اوفال اوربت. الاوفال اوربت ده يعني ذا ديستانس بتوين ذا مون اند ذا ايرث از فاريز، متغيره دازنت كونستانت. يعني لما تبقى اوفال اوربت مسار بيضاوي بيلف في مسار بيضاوي اراوند ذا ايرث، معناها ان المسافه او ذا ديستانس بتوين ذا مون اند ذا ايرث از نوت كونستانت، مش ثابته. ممكن يبقى نير، ممكن يبقى very far، ممكن يبقى far، بعيد، بعيد جدا، لان المسافة لانه بيدور في oval orbit في مدار بيضاوي. الفكرة يا جماعة خلي بالكو، لو احنا جبنا the moon و the earth و the sun nearly in one straight line، ان هو casts the moon casts its shadow on the earth surface. ثلاث انواع للسولار اكليبس. خلي بالكو يا جماعة، اول نوع اللي هو total solar eclipse. total solar eclipse يعني كسوف كامل للشمس. يعني total solar eclipse ده يا مستر، خلي بالكو، total solar eclipse it is a phenomenon resulted from، بتنتج من ايه؟ خلي بالكو، بتنتج من ايه الظاهرة دي؟ خلي بالكو، بيكون صفاتها التوتال سولار اكليبس او بتنتج فورم من ايه؟ بيكون ذا مون نير تو ايرث، بيكون القمر قريب او من الارض. فلما يكون حاجه انت لو حطيت مثلا ايدك يور هاند ان ذا فرونت او نير تو يور فيس، لو حطيتها كده يو كانت سي، انت مش هتقدر تشوف اي حاجه لان هو نير تو your face، قريب ايدك، your hand near to your face، قريبه من عينيك. هي دي نفس الفكره، ان بيكون المون near to the earth، قريب قوي من الارض. ففي الحاله دي it blocks sunlight totally، بيحجب ضوء الشمس كليا. يبقى the moon بيكون the moon near to earth، وفي الحاله دي the moon القمر appears بيظهر equal size of the earth او the sun. القمر في الحالة ديت بيبان كأنه قد الشمس بالظبط في الحالة ديت، لأنه بيبقى قريب او near to the earth، قريب من الارض، فبيبان كأنه equal the sun in size، بقد الشمس في الحج. وفي الحالة دي we can't see sun rays completely، ما بنقدرش نشوف ضوء الشمس نهائيا. في الحالة دي we can't see sun rays completely، ما بنقدرش نشوف ضوء الشمس نهائيا او بالكامل. طبعا التوتال سولار اكليبس ده يا جماعه بيحصل في منطقه، المنطقه دي اللي هي منطقه امبرا، اللي هي منطقه الشادو الكامل. بيحصل، يبقى التوتال سولار اكليبس ده بيحصل في ان امبرا ليون او ان امبرا اريا، في منطقه الايه؟ الامبرا. خلي بالكم من النقطه دي، ان السولار التوتال سولار اكليبس بيحصل في منطقه الايه؟ الامبرا، اللي هي منطقه الظل الايه؟ الكامل. تاني نوع اللي هو بارشال سولار اكليبس، اللي هو اختفاء جزئي للشمس. في الحالة دي we can see، بنقدر نشوف part of the sun، جزء من ضوء الايه؟ الشمس. وده بيحصل appears، بيحصل او بيظهر in penumbra area، بيحصل في منطقة الايه؟ penumbra. يبقى احنا عندنا total solar eclipse appears in umbra area، partial solar eclipse appears in penumbra area. طيب النوع الثالث بقى يا جماعه خلي بالكو، اللي هو annular solar eclipse.
انولار سولار اكليبس يا جماعة، اللي هو الكسوف الحلقي للشمس. في الحالة دي يا جماعة بيكون ذا مون ان هاير اوربت فروم ايرث، بيكون في مدار اعلى من الارض، وبيكون برضو ذا مون ابيرز، بيظهر smaller than the sun، اصغر من الشمس. بيكون the moon appears smaller than the sun. احنا قلنا في التوتال يا جماعة solar eclipse بيكون the moon appears equal the sun، بيكون القمر قد الشمس. انما في الانولر هنا بيكون the moon appears smaller than the sun، اصغر من الشمس، فبيجي في نصها كده. ولذلك خلي بالكو the sun الشمس appears بتظهر as lighted ring، بتبان كأنها حلقة مضيئة، الشمس بتبان كأنها حلقة مضيئة. والانولر ده يا جماعة appears بيحصل، الانولر ده بيحصل في منطقة called antambra، بيحصل يبقى الانولر ده appears بيحصل in appears in area في منطقة called بتسمى ant ambra. انت ايه؟ ambra. طيب احنا لو عملنا شكل للتوتال والشكل الشمس او the shape of the sun in total وpartial وannular، هنلاحظ ان لو هنا ده مثلا the sun، هنلاحظ ان ده total، توتال يعني we can't see the sun completely، ما بنشوفش الشمس خالص، يبقى ده توتال سولار اكليبس. طيب لو هنا هنا ده we can see the part of the sun، بنشوف جزء من الشمس، في الحالة ده اسمه partial solar eclipse. طيب الحالة التالتة اللي هي الانولر يا جماعة، اللي هي the sun lighted appears as lighted ring، بتبان كأنها حلقة مضيئة، ده الجزء اللي هنا ده lighted ring يا جماعة، ده انولر solar eclipse، انولر solar eclipse. لو حددنا او لو وضحنا شادو ارياز، مناطق الظل، خلي بالك احنا بنقول هنا ذا سان هنا ذا مون هنا ايرز هنا لايت ريز اشعة الشمس فولز اون ذا مون فولز اون ذا مون بتسقط على المون هنا المنطقة الدارك دي يا جماعة المنطقة اللي هي المظلمة دي اللي هي منطقة الأمبرا دي called أمبرا والمنطقة دي أنت أمبرا يبقى المنطقة دي يا جماعة called أمبرا اللي بيحصل فيها total solar eclipse المنطقة دي pen أمبرا اللي بيحصل فيها partial
طيب لما نيجي نشوف الجزء التاني او بيحصل ازاي الانت امبرا هنا لو افترضنا دي ذا صن مثلا بيكون ذا مون فارذر ذان ايرث بيكون القمر بعيد عن الارض في الحاله دي بيكون نير تو ذا صن اهو هنا ادي لايت ريز في الحالة دي يا جماعة دي منطقة الأمبرا لأن الأمبرا كانت ريتش تو ذا ايرث مش هتقدر توصل للأرض منطقة الأمبرا بيتكون هنا منطقة اسمها أنت أمبرا ودي البين أمبرا يبقى احنا عندنا لما الحالة الثالثة اللي هي أنولار سولار إكليبس في الحالة دي بيكون ذا مون فارذر ذان ذا ايرث بيكون بعيد عن الأرض في الحالة ديت بيتكون هنا أمبرا هنا أنت أمبرا هنا بيكون بين أمبرا زي ما انتوا شايفين لو جينا نعرف الثلاث حاجات او الثلاث تعريفات بتاعت ايه او الأمبرا والبين أمبرا يعني أمبرا ولها اسم تاني يا جماعة اللي هي كون أمبرا او لها اسم تاني اللي هي شادو الظل ايه هو الامبرا ده يا جماعه لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا انها دارك انر شادو يعني منطقه مظلمه داخليه خلي بالكم يا جماعه ده دارك انر شادو منطقه مظلمه داخليه يبقى الامبرا تز دارك انر شادو وير حيث ايه اللي بيظهر وير توتال سولار اكليبس ابيرز تمام طب يعني ايه بين امبرا بين امبرا ده لها اسم تاني يا جماعه اللي هي سيمي شادو اللي هي شبه الظل احنا قلنا ان الامبرا ده يا جماعه خلي بالكو قلنا ان هو دارك انر شادو منطقة مظلمة داخلية طب احنا لو بصينا للمنطقة دي بقى يا جماعة اللي هي البين امبرا دي اللي هنا دي هتلاحظ انها ايه اولا هي فين تبهتة يعني مش دارك اهي مثلا هتلاحظ انها منطقة ايه بهتة واوتر خارجية يعني ده انر انما دي ايه اوتر يبقى عشان تعرف البين امبرا هتقولي انها ايه فنت فنت يعني ايه باهتة منطقة ظل باهت اوتر شادو يعني منطقة ايه فنت انما دي دارك دي انر داخلية انما دي اوتر خارجية يبقى فنت اوتر شادو وير حيث ايه بقى بارشيال سولار اكليبس ابيرز بيظهر منطقة او بتظهر الشمس بارشيال عندها كسوف جزء طيب عندك الانت امبرا بيحصل فيها الانت امبرا ايه الانت امبرا دي يا جماعة خلي بالكم اللي هي المنطقة دي اسمها نيجاتيف شادو ظل ايه سلبي وين امبرا الظل الكامل زي ما انتم شايفين يا جماعه الظل الكامل اللي هي المنطقه دي كانت ريتش تو ذا ايرث ما قدرتش انها توصل للارض فعملت حاجه اسمها نيجاتيف شادو ظل سلبي او انت امبرا وين امبرا كانت ريتش تو ايرث ما قدرتش توصل للارض ان او وير حيث ايه بقى انولار سولار اكليبس ابيرز يبقى احنا عندنا التوتال سولار اكليبس اللي بيحصل في منطقه
الامبلا هنا البارشال بيحصل في الان امبلا. عندنا الانولر بيحصل في الانت ايه امبلا في منطقه الظل الايه والسلبي. وعرفنا الثلاثه قلنا دي دارك انر شاد. طيب احنا عندنا بقى يا جماعه خلي بالكم سامبل كوشنز بعض الاحتياطات عشان بنتخذها عشان السولار اكليبس ده. خلي بالكم احنا لازم نرتدي او وير سبيشال جلاسز نظارات خاصه عشان نشوف السولار اكليبس. طب ليه بنرتدي سبيشال جلاسز نظارات خاصه؟ خلي بالكم ان في وقت السولار ده في وقت الكسوف الشمس بتطلع الترا فايلت اند انفراريد رايز، دي هارمفول رايز. يبقى احنا عندنا بنرتدي او بنلبس نظارات خاصه ليه؟ لان ذا سان بتطلع الترا فايلت اند انفرا ريد ودي هارمفول رايز، منطقه او هارمفول رايز اشعه ضاره ماي كوزس ممكن تسبب بلندنس فور فيو تايم لوقت قليل، بتسبب ممكن عمى لوقت ايه قليل. سولار اكليبس دي appears in the morning بتحصل الصبح وتيك تقريبا يعني 7 minutes and few times few seconds يعني بتحصل 7 دقائق تقريبا و40 second بالظبط. compare between total solar eclipse و annular solar eclipse. نمبر 2 لو قلت لك define عرف. نمبر 1 amplo. نمبر 2 pin amplo. نمبر 3 ant amplo. لو افترضنا ان ده شكل للسولار اكليبس، طبعا احنا بنقول ذا سان ذا مون اند ذا ايرث نيرلي ان وان ستريت لاين، زي ما انتم شايفين ان الثلاثه تقريبا نيرلي ان وان ستريت لاين. بتحصل ظاهره عند في الحاله ديت ذا مون بلوكس سان لايت، ذا مون القمر هنا بلوكس سان لايت فروم ريتش تو ذا ايرث، بيمنع ضوء الشمس انه يوصل للارض. في عندنا ظاهرة التوتال، الظاهرة التوتال سولار اكليبس بيكون ذا مون نير تو ذا ايرث، بيكون قريب او من الارض زي ما انتم شايفين كده، وفي الحالة دي بيتكون له شادو او امبرا ديت بلوكس سان لايت فروم ريتش تو ذا ايرث، بيمنع ضوء الشمس انه يوصل للارض توتالي. الحالة اللي هي الانولر اللي بيظهر فيها انولر في الحالة ديت بيكون زمون فارزر زان ايرث، بيكون بعيد ايه عن الارض، وبتظهر ذا سان از لايتد رينج كانها حلقه مضيئه، لان بيكون في الحاله ديت زمون ابيرز بيظهر سمولر زان ذا سان، بيظهر كانه اصغر جدا من الشمس، فبتبان الشمس في الجزء اللي ظهر بعده از لايتد رينج كانها حلقه مضيئه. و كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وأرجو انكم تكونوا استفدتوا من الدرس. على موعد بلقاء آخر ان شاء الله.